الثانية وظهرنا الساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونوافي حضراتكم بأخبار عمان. العناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. السلطنة تستضيف حفل مسابقة إنجاز العرب للشباب، وشركة محيا من السلطنة تتوج بجائزة أفضل شركة طلابية. مؤتمر دولي في مسقط يبحث استعداد المستشفيات خلال فترات السلم واتخاذ التدابير اللازمة. والسلطنة تدين بشدة حادثة الطعن التي تعرض لها مجموعة من السياح الأجانب والمواطنين الأردنيين في محافظة جرش في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. إلى التفاصيل.